الكابتن حجيبة. دونك هو واحد العمل اللي جات الفكرة من عندي أنا ودريس ومهدي. ومن بعد العمل كان زعما بحال دائما في واحد الورشة ديال الكتابة اللي كنا كنا قاصحين شوية مع راسنا، كنحاولوا أننا نخدموا شوية الكوميديا، ولكن واحد الكوميديا ديال الموقف ماشي كوميديا ديال الهضرة وداك الشيء. و ميم طون توشيو واحد الموضوع اللي هو موضوع جو كخوا اني دابا، يعني لو فوتبول فيمينا، ونحاولوا اننا نشوفوا المراه في واحد تيران واحد اخر، يعني من غير تيران اللي ديجا تريطاو في بزاف ديال المسلسلات. في الحقيقه راه ما يمكنش زعما تستنى لي زابيل دوفر حتى ينزلوا عاد تنوض تكتب. باغ اكزومبل الكابتن حجيبه هو واحد البروجي اللي عنده واقيلا شي 4 سنين ولا 5 سنين، يعني خدا وقته في الاختمار وداك الشيء. وكانت عندنا الفكره بشحال هادي، وكنا عندنا بزاف ديال الحلقات اللي هما مكتوبين. دونك ولكن اي حاجه في الحقيقه كتجي بالزربه راه ولا بد كتزقل فيها شي حاجه، يعني وسورتو العمل ديال الكتابه خصو ياخذ وقته بزاف، لان خصك تكتب تعاود تاخذ راي الناس في الكتابه، ما تكونش حنين على داك الشيء اللي كتكتب، يعني في الوقت فين يبان لك بان هذاك الشيء خصو يتلح في لابوبيل راه خصو يتلح في لابوبيل وتعاود. اي حاجه في الحقيقه يعني طابت على التهنديبه كما كنقولوا كتطلع زوينه، طنجيه لحقاش كتاخذ وقتها لذيذه. انا كنقول كاين يعني فن كيفاش انك تدوز موضوع اللي هو شويه قاصح بطريقتك، يلفو ايتر دون لا سوجيستيون، لان تبارك الله المتفرج ذكي جدا، يعني ماشي ولا بد انا مثلا ما يمكن ماشي ولا بد نبين وحده حيدت حوايجها ونشوفها وهي عريانه باش المتفرج يفهم بانها حيدت حوايجها. راه الا شفنا غير واحد الطرف من حوايجها تلاح في واحد البلاصه كنفهموا بان هذاك كانت لابسه، يعني راه ممكن نطريطيو بزاف ديال لي تابو، ولكن يعني ناخذ بعين الاعتبار اننا تلفازه كندخلوا عند عائلات، يعني خصنا نراعيوا المسائل، يعني لحقاش حتى في الديور فاش الوالدين كيهضروا مع اولادهم على مسائل اللي هي شويه طابوهات، راه كنختاروا الكلام وكنختاروا الطريقه وقمقم وانا نفهم، يعني ماشي ولا بد انني نهضر كلام نابي او نبين شي مسائل كتخدش الحياه، لا هذه تلفازه. هاشم البسطاوي كتبقى شنو نقول لك واحد الحاجه، انا اؤمن بالحريات واؤمن بالاقتناع، الى واحد الانسان اقتنع بواحد الحاجه مزيان يديرها. ولكن انا يقول الفن حرام ما نكذبش عليك، انا ما عنديش المؤهلات انني نحرم ولا نحلل، انا الفن كيجيني بانه محدو في حدوده فهو بحال الفنون كاملين، هو بأن الله جميل يحب الجمال، هادشي اللي كنعرف، والفن جميل. أبخي أنا ماشي فقيه ومشي داعية وغير مفتي وغير مؤهلة لهذه المسائل.